السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق الحصة الخامسة من الوحدة الثانية، الحركة والأغذية والتنفس لدى الإنسان، المرجع الأساسي في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم: كيف تتم عملية التنفس؟ كيف تتم عملية التنفس؟ الأهداف التعلمية: أتعرف المظاهر الخارجية للتنفس، أربط العلاقة بين التنفس وحجم القفص الصدري، وأدرك أهمية تنفس هواء نقي. إذا لاحظوا معي في الصورة، من خلال المناولتين المقترحتين يتم تجسيد الحركات الهوائية. إذا لاحظوا معي الحركات الهوائية، الحركة الأولى لاحظوا معي حجم الصدر يختلف عن حجم الصدر في الحركة الثانية. إذا هنا حجم الصدر مرتفع، وهنا حجم الصدر تقلص متقلص. هنا الطفل يخرج الهواء فيمتلئ البالون بالهواء، وهنا الطفل يملأ جسمه بالهواء من خلال الأنف والفم. إذا ما هو السؤال؟ لماذا يتغير حجم قفصي الصدري؟ لماذا يتغير حجم قفصي الصدري؟ إذن كإجابة على هذا السؤال، يتغير حجم القفص الصدري لأن الرئة هي المسؤولة عن التنفس عند الإنسان. يتغير حجم قفصي الصدري لأن الرئة هي المسؤولة عن التنفس لدى الإنسان، أو لأن الهواء يدخل ويخرج من جسم الإنسان. قفصي الصدري لأن الهواء يدخل ويخرج من جسمي. أتحقق أقارن حجم الصدر خلال الشهيق والزفير بكتابة أكبر أو أصغر. لاحظوا معي، أثناء إدخال الهواء من الفم والأنف يصبح حجم الصدر أكبر. إذن أكبر، وأثناء إخراج الهواء من الفم يصبح حجم الصدر أصغر. ألون بالأخضر خانة الهواء النقي للتنفس النقي الصالح للتنفس، وبالأحمر خانة الهواء الملوث. إذا لاحظوا معي هنا عوادم المصانع، دخان المصانع، إذا هذا هواء ملوث، إذا بالأحمر. الغابة هواء نقي وصالح للتنفس، البحر هواء نقي أيضا وصالح للتنفس، بعيد عن تلوث المدينة، عوادم ودخان السيارات، إذا هواء ملوث. استخلص خلال التنفس يتغير حجم الصدري، يعلو صدري أثناء الشهيق وينخفض عند الزفير، إنها الحركة التنفسية. لأحافظ على صحتي أتنفس الهواء النقي وأتجنب الهواء الملوث. إذن خلال التنفس يتغير حجم صدري، يعلو صدري أثناء الشهيق وينخفض عند الزفير، إنها الحركة التنفسية. لأحافظ على صحتي أتنفس الهواء النقي وأتجنب الهواء الملوث. إذن كلمات مهمة:
ملوث بولييي نقي بيور حركة تنفسية موفمون ريسبيراتوار جو ريبيت ملوث بولييي نقي بيور حركة تنفسية موفمون ريسبيراتوار وطبق أحدد الأوساط التي أجد بها هواء نقيا على سبيل المثال الغابة الغابة أجد فيها وسطا نقيا أو هواء نقيا وسط كذلك البحر 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 أجد به هواء نقي الجبل الجبل وسط نقي به هواء نقي البادية أيضا وسط به هواء نقي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة